بهارات تستخدم في الطبخ. تفضل. فلفل. ها؟ فلفل. فلفل. كمون. كمون. ملح. ملح. سكر. 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 اللي يدخل. ما يفهم. صح صح صح. حلا. بهارات إيطالية. بهارات إيطالية هذه محسوبة ولا؟ محسوبة. أوكي. بهارات بيضة. أقسم بالله في بهارات. حلو. خلونا نروح لأنواعها. فكونا من البهارات العميقة ذي. اديني اسم. زعتر. زعتر. قرنفل. قرنفل. جبن. بهارات ايش دخل الجبنة؟ جبن ما له دخل. لو سمحت لا دخل. جيب غير غير. حمشي لك. حمشي لك. معليش يعني. حمشي لك. استاذ مجدي. أول إنذارة. كمل. خمسة. شوف عشان أضبطك. أربعة. ثلاثة. اثنين. وراحت النقطة. دقيقة دقيقة يا جماعة ما شاء الله محمود أنت متحمس أنا أقول راحت النقطة على طول ترفع. دقيقة عبد العزيز كمل. أكمل؟ إيه كمل. قرفة. حلو إيش كمان؟ زنجبيل. إيش كمان؟ أجل ليش تقول أنا ما أدخل المطبخ ما شاء الله عليك؟ أنا أحس تصعب عليك المهارات أنا أشوفها أقسم بالله ترى المهارات كلها تستخدم في الأكل. بعطيكم معلومة صحني بصبح نفسي اليوم عبد العزيز جاي بكمية معلومات ويقول أنا ما أعرف شيء يعني في البهارات لكن قبل يومين أمي تعرف دخلت المطبخ قال لي بسوي كرك شفت البهارات اللي قلتها كلها خلطتها كلها خلطتها في الكرك قرنفل عشان اللخبطة اللي أنت لخبطتها هذه راحت النقطة إلى عزو